مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن علاج أدولور سترونج. أدولور سترونج شنو استخدامه؟ مثل ما تشوفون مكونات هي باراسيتامول 1000 ملغرا. الباراسيتامول معروف استخداماته، أو البنادول أو البايودول، طبعا هاي كلها أسماء تجارية للباراسيتول. بالنسبة لاستخدام الباراسيتول 1000 ملغرام، مسكن للألم، خافض الحرارة، مضاد للصداع، مضاد ألم المفاصل، الصداع النصفي الشقيقة. يعني هنا يعني الباراسيتول مجرد مسكن للألم وخافض الحرارة، ما يشتغل للالتهابات، يعني ليس مضاد للالتهابات، فقط خافض الحرارة ومسكن للألم. هل يستخدم اثناء الحمل؟ نعم ممكن يستخدم اثناء الحمل. هل يستخدم اثناء الرضاعة؟ نعم ممكن. هل يستخدم اثناء ضغط السكر؟ نعم ممكن. ممنوع يستخدم عندهم مشاكل الجهاز الهضمي او الكلى او الكبد او حساسيه من الباراسيتول. طبعا دائما يكون استخدامه فقط عند الحاجه، الا بحالات يعني الحمى القويه يستخدم جرعته للبالغين، يعني للكبار 3 مرات باليوم. ما يستخدم اكثر من هاي الجرعه لان يعني جرعته محدوده للباراسيتول، ممنوع تستخدم اكثر من هاي يعني الجرعه الا باستشاره الطبيب الاخصائي. طبعا يجي بهواي جرع الباراسيتول، مثل 500 او يجي بجرعه 250، اللي يجي على شكل شرابات، يجي على شكل حملات، على شكل لزقات، يجي على شكل ابر، يجي الباراسيتول على شكل قناني. الباراسيتول فيال هاي القزاز اللي تشوفونه بالمستشفيات، نفس هاي الماده فقط بالضبط، تجي على شكل محلول او مغذي وريدي. طبعا تكون فعاليه الابر والمغذيات يعني اسرع، يعني اسرع بهواي من الاقراص، يعني واثرها خفيف على الجهاز الهضمي. فاذا تحبون تستفادون تابعونا في امان.